on silent. Okay. هاي اليوم حلقة جديدة من The Super Subs، بس حلقة فينا اعتبرها استثنائية عشان هأبعد عن Women's Football وحقرأ أحكي بموضوع حكي معه قبل مرة مع فايز، بس اليوم معنا علي زين الدين. هلأ بنعطي كل حدا وقت يعرف عن حاله. وليه بدي أعمل كده هالحلقة؟ عشان كذا حدا صار عم يحكين إنه ليه عم كبر البودكاست، ليه عم خليه اليابانيز فوتبول، وليه ما عم خليه بس فوتبول وومنز فوتبول. هو إنه برأيي as long as اليابانيز فوتبول ما ماشي أو ما مقلعة، ما حفينا ناخد وومنز فوتبول لمحل. فأكيد لازم نكون عم نفهم شوي the image of Lebanese football in general لنقدر نشوف الفيوتشر وومنز فوتبول كيف فينا نروح فيه. فقلت دعم هالحلقة اليوم، قررنا نعملها شوي فيديو حتى نشوف interactions العالم على فيسبوك كيف حتكون مع البودكاست وعلى سبوتيفاي وبوديو وأنغامي، ما عم بتكون قد ما عم تكون على فيسبوك. فحتكون حلقة focused Lebanese football in general، خاصة بعد الأحداث اللي صارت هاليومين. فبس قبل ما نبلش هخلي فايز وعلي يعرفوكم عن حالهم ونبلش. ففايز فايز فضاء، أنا فوتبول ايجنت من 5 سنين، لايسنس من الاتحاد اللبناني. هلأ صار في عنا كمان صار ايشن، هلأ بسبتمبر ناخدوا اكزامينيشن، منو اخذ اكزام وناجحه من الدايركتلي من الفيفا، ما بحق له يعمل اي ديل. هذه شغله منيحه، بترجع بتعمل يعني مور ريستريكتد، مش حيلا واحد منو ناجح هالاكزام يعني. اوكي. وعلي المعروف على فيسبوك بكتاباته. هاي، علي زين الدين، صحافي حاليا في شركة الأخبار وفاوندر لليبرمان جود. اوكي طيب، يوم بس كنت عم بحكي شوي مع فايز هيك حطينا شوية كي بوينتس نحكي عنهم. كان بس حبيت بلش بوحدة عن جد، اخد هيك مثل بيقولوا البطولة صار لها خالصة يومين أو حتى مبارح، فأحلى شيء واحد ياخد الرياكشن هو والواحد مثل بيقولوا بعده مؤثر بالموضوع، يعني مش بعد جمعتين بعده معصب بالموضوع. فعن جد بدي هيك بس أخذ رأيكم بريف، لأنه شو صار، إنه كيف ممكن عن جد نوصل لهيك ليفل. هون فايز ما عم نسمعك. بلشنا. هذه كانت أكثر مشكلة عم واجهها، ليه ما عم بعمل فيديو كول؟ عشان كتير أسهل الفويس كول، أقطع المقاطع اللي بعلق فيها الكونكشن بلبنان. كمان بعدنا مش سمعينك. ما نشوف الكونكشن. إيه أحسن. علي إذا ايه هيك سمعتك، بس بدك تزبط الفيديو هيك علي بيكون شوي اعطانا هو رأيه على الموضوع. علي اذا بتعطي رأيك على الموضوع هيك بنبلش بكون حلا فايز للقصة، عشان هو سمعنا بس ما عم بيزبط الفيديو. طيب احنا شو بنعلق على النتيجة العامة لمشاركتنا لهنا؟ ايه شو رأيك باللي صار؟ رأيي مفاجئ ومش مفاجئ بنفس الوقت. يعني أنا عارف إنه مستوانا مستوانا ضعيف، بس المفاجئ إنه هالقد ضعيف. يمكن كنا عارفين إنه المنتخب صار له سنين محمول على أكتاف اللاعبين المحترفين برا لبنان، وعارفين إنه الدوري صار ضعيف، وعارفين إنه اللاعب اللي طالعين جديد منهم بمستوى اللي سبقوهم، بس مش هالقد، يعني مش هالقد المستوى هيكون كتير ضعيف، إن كان مستوى فني من المدرب أو من اللعيبة أنفسهم. يعني اللاعب اللي ما بيلاقي حاله شوية مثلا بتعليمات المدرب، توجيهات المدرب، بتكنيكات المدرب، بيقدر يعمل شيء فردي. نحن كلاعبين لبنانية عنا لاعبين، أو دائما كنا نحكي إنه في عنا شيء فردي بتفوق فيه على اللاعبين بغير مواقف، ما شفنا هذا الشيء أبدا. يعني ولا اي خط
لليوم بعد ما كنتين من 10 سنين لليوم على حسب ما تو إذا هو قدر يصنع فرصة أو هو قدر يسجل. بعد هيك منظومي من الباس لحسن، إن كان حسن يمين ولا شمال ولا ورا ولا هو رجع الدفاع ولا هو يبلش الهجمة ولا هو يخلصها بعد نفس الخبرية. وبتفهمها الله خاطر عمال، لأنه أكيد هم عايشين اللوم على المدرب، بس واضح إنه اللعيب اللي بدأ ده مش بهالمستوى، لأنه لعيب محلية مستوى متراجع كثير بسبب مستوى الدوري بسبب نشأتهم، ولأنه ما عنده لعيب محترفين. هاي النقطة أصلا خلينا نحكي فيها، اللي هو ليه ما عنده لعيب محترفين؟ في محترفين برضه يعني، بس ليه ما عنده لعيب؟ فهي كانت المفاجأة، وبظن مفاجأة مش بس لإلنا حتى للهنود، حتى يعني كمنظمين يمكن منغوليا كمان، منغوليا اللي هن متفاجئوا من مستوى المتوقعين الخسارة، بس إنه بأقل الأضرار، مثل ما نحن كنا بس نلعب كوريا ضد أستراليا ضد السعودية هاي المنتخبات، إنه بأقل الأضرار بلكي بناخد تعادل بلكي صار ما صار. نحن هلأ إنه بهذا الشكل كثير بشع اللي واصلين له، وواضح إنه واصلين لوضع بعد أبشع. فايز الحكي اللي عم بيحكيه 100%. أنا حابب عليه نشتغل مثل ما بيقولوا على الورقة والقلم، لأنه كله هلأ صار ستيكس وأرقام وكله بينحسب هيك. نحن حالياً بالعرض سامبل 101 تبعتيني؟ قطش قطش انت وعم تقول ارقام، كنت انت عم تحكي عن الرانكينجز، بس هيك فيك تعيدهم بس عشان اكيد انترستنج نقولهم قدام قدام العالم. رجع اللقط؟ ايه هيك منيح. اوكي قلبت في الاي جي. اوكي مثل عم قلك كنا لبنان 99 بالعالم، هند 101، مالديف 154، يمن اللي لعب مع المنتخب الأولمبي 157، منغوليا 183، بنغلاديش 192، يعني عم نلعب مع أسوأ منتخبات بالعالم اللي كنا نربحهم من كم سنة بخمسة وستة جوال، هلا صرنا عم نخسر قدامهم حتى ما يكون في أداء. يعني مثل ما دائما مثل ما كان عم بيقول علي، وأنا حتى بشوفك كتير لعيبة أجانب بيجوا على لبنان بيقول لي اسم الله عندكم لعيبة كتير مهاريين، بس لما يصيروا بمجموعة يلعبوا بمجموعة بتفتقدوا بهذا الشيء، لأنه ما بيعرف يلعبوا منيح كبوزيشنينج وكيتحركوا مع فريق ومن هيدي الناحية. فحتى شفنا المنتخب الهندي صار في عنده لعيبة يلعبوا مهارات، يعني في سكيلز، في يعملوا دريبل، أول جول كيف إجا نلعب بالكعب. هيدي المنتخبات بحياتها ما كانت تلعب هيك، بس هيدي كلها كمان نتيجة تعب، وصار عندهم لأنه دوريات محترفين. يعني اعطيك مثل الهند عنده 2 بروفيشنال ليج مش وحده بس، فهمت كيف؟ كل لعيبتهم محترفين، صاروا ملاعب حشيش طبيعي، جمهور، كل هالاشياء يعني. لكن هن وين صاروا؟ هيدي بلاد ما لنا لعبتها لا الاولي ولا الثاني يمكن الفوتبول، ونحن للاسف ليك نحن وين ليك. هلا هون انا بدي علي على فكره، كنت هيدي أكثر فكرة بضلني بس كنا عم بنتقد الوضع بلبنان يكل يجرب يرد علي فيها، إنه ما تنسي لازم تاخذي بعين الاعتبار إنه أنت كله على بعضه لبنان عندك 5-6 مليون، فقديه ممكن عن جد تلقي هالقد مواهب؟ عندك الهند مدري كم مليون، كتير سهلة تقدر إنه البول عندك أكبر، فأكيد كتير سهلة تلقي تالنتس أكبر. فبس لنرد عن جد للي عندهم دايما هالفكرة براسه، ما تنسوا إنه وان مثل ما قلت ما عندهم هالتاريخ باللعبة، مش انه ماني عم روح واجه كوريا جنوبية وعم بخسر قدامها وعم فتش على حجج، عم فتش على ناس عن جد مستويها مثلنا متواضع، وعندهم لعبة الكريكت قبل، عندهم كذا شي برايورتي قبل الفوتبول. هن عنا شعب بيعشق الفوتبول، بتضلك شو ما تحكي بيلحقوك اللعبة الشعبية الأولى. أنا آخر كم سنة عم شوف انه اللعبة الشعبية الأولى عم تروح للباسكت، تغطية عالمية أحسن، أداء أحسن، أولاد بالأكاديمي الرياضي ما في محل بقى لأولاد، كل أولاد. فعشان الباسكت عم يتحسن أكيد في أسباب وراها عم بينزل الفوتبول، فما فينا ضلنا متغطين بورا فكرة ونحن بلدنا صغير وعنا مشاكل وعنا شيء، في شيء بده ينحل. ما عارفة أنتوا بتوافقوني بهالفكرة. أنا
لما أيسلند من كام سنة شفناهم، أيسلند كلها عبارة 350 ألف مواطن ممكن يعني، حتى إنه هلا تحط إنه والله الصين مليار و400 مليون، ما خص يعني، أوكي هي هذا فاكتور من الرصاص، بس مش إنه هذا السبب إنه إحنا ما نحن قلال، بعدين نحن عندنا جالية ضخمة أكثر من الموجودين بلبنان، واللي هذا هو اصلا لازم نشتغل عليه. نحن هلا عم الاتحاد العراقي كان في مشكله كثير كبيره بالعراق على انه نجيب لعيبه عراقيه من برات العراق او لا نكتفي باللاعبين المحليين، لحد ما وصلوا لنتائج كثير بشعه. هلا رجعوا يعتمدوا على انه لا نروح نجيب لعيبه من برات العراق، وعم يجيبوا لعيبه عم يفتشوا عليهم تفتيش يعني. اوكي العراق يعني لما تاهل على كاس عالم وربحان مره كاس اسيا من 2010، ما عنده هالشيء اللي كثير زايد عنه لحتى اللاعب يقول اوكي انا بدري بقدر العب على العراق، لا اللاعب اللي متاسس برا ومعه هويه شايف اذا ما عنده كثير اوبورتيونتي انه يلعب مع منتخب اوروبي او امريكا الجنوبي او استراليا او كذا، بقول لك ايه لا بلعب مع منتخب بياخذ اكسبوجر كثير كبير على مستوى دولي، خاصه اذا بعد اللاعب صغير السي في كثير بيشتغلوا بهالموضوع والايجنسي تبعه بتشغل الموضوع بيستفيد كثير يعني. كذا لاعب لبناني اصلا جوان عمري مثلا لما كان بالدرجه الثانيه بالمانيا قبل ما يلعب مع لبنان، بمجرد ما لعب مع لبنان بتذكر حط جول ضد مقدونيا مباشره انتقل على تركيا، مباشره انتقل على الامارات، مباشره انتقل على اليابان، لانه سيفيل انك لاعب مع لاعب منتخب كثير بتزيد لك. نحن المفترض انه نروح على هذا الاتجاه، بس لا هلا الفكره انه اللاعب المحلي عنده اولويه على اللاعب اللي جاي من ورا. هيك هون في حتى فكره عشان قصة عم تقول هو المباريات الدوليه، مره كنت عم جرب اقدم على برنامج تعمله الفيفا لشي تطوير كوادر اداريه وهيك، كان عندهم تو كونديشنز اساسيه، اذا قادره تسافر من بلد لتاني حطيت يس، تحتها اذا لعبيني اكثر من 10 مباريات دوليه. وانا ما لعباني، مش حدا بقول اوكي نفهم، بس حتى هلا بتجي بتشوف يمكن في لعيبه هلا بالدوري اللبناني خاصه بنات هون اكثر ما عندهم عدد مباريات كافي، فمثل عم تقول انت كله بس تصير عم تلعب مباريات دوليه بتفرق معك كل الكارير تعولتك. انا بتعرف فيها اكثر مثلا في كثير دوريات في كريتيريا معينه لازم باخر سنه يكون لاعب مباريات دوليه. صح قال لي عنا حكينا عنا اليوم يعني، حتى اصلا المنتخب ده ايش كثير من ماتش هن يرجع يهتموا، بس طالما منتخب ضعيف وما عم بيعمل نتائج سوء اداره وبيعرفوا كيف بيعملون لما يجوا بيقول لك شو بدي اجي اعمل بهالشغله، خليني المنتخب اللي انا الان وحاول باسكت نقدر نجيب لاعبين لما اللعبه قويت وعليت وصرنا عم نوصل على كاس العالم، هل الاكسبوجر كبير يعني. صح، بس يعني هون كمان كنت عم برجع هلا اشوف لحتى كفي علي كمان اللي قاله علي وقربته باللي عم تحكي عنه فايز، انه كنا عم نحكي قلت لي انه كيف هلا في دوريات ومنا الدوريات الاولى بالعالم، ما عم نحكي الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي، عم بيحطوا كرايتيريا انه اذا ما شاركت بعدد معين مباريات او مثلا لاعب لتمضيه بهذا الليك بده يكون عن جد اون ا جود ليفل، فبتجي بتشوف عنا نحن وقت عم بيكون مستوى الاجانب يعني اجانب عم يلعبوا بالدوري، بتفكر انت اذا البيس كله سيء، انت عم تحكي هلا اداره وانديه وهيك بس اصلا كل شيء عم بيكون سيء، كيف بدك تعلى باللعبة؟ فكبالك سؤالي إذا هلا حدا واحد منكم عنده بإيده القدرة أنه يبلش تغيير، بشو بتغيره؟ بالأندية؟ بالاتحاد؟ وين عن جد هو مصدر التغيير بده يكون؟ بلش يا علي. أوكي، كنت من شي 4 5 أيام حطيت كويشن على اللي هو في البودكاست على فيسبوك لأسأل الناس إنه أنتوا برأيكم شو السبب أو مين السبب لحتى وصل المنتخب لبنان لهون؟ أعطيت 6 أوبشنز اللي هن الاتحاد، لجنة المنتخبات، الأندية وقطاع الناشئين، هذا واحد أوبشن، المدرب،
فور فايف بلايرز والسادس نسيان شو. المهم طريقة الحال أكيد كان أول شيء مختارينه الناس هو الاتحاد، أوكي مفهوم. أقل شيء كان مختارينه هو الأندية وقطاع الناشئين اللي بالنسبة إلي هو من أهم الأسباب، بس لأنه الجمهور بحب الأندية بحب النادي فما حيصوروا بعدها أو مش فهمان قيمة الموضوع. بالنهاية المنتخب أوكي قد ما يكون في فشل بلجنة المنتخبات، بس المنتخب أو الاتحاد بيحصد شو الأندية بتعطيه. فينا نجيب لاعبين من برا لبنان ما لنا علاقه فيهم كأندية، بس بالنهايه انت بتترك المنتخب اذا مش قوامه اللعيبه المحليين، فاظن في عندك عدد من اللعيبه المحليين طبعا انت منك قادر تطلع لبرا كثير. ف من اهم الامور اللي لازم تتغير لبنان واللي ما بتتغير لبنان هي من الانديه اللي لازم اللي اداراتها لازم تتغير، وهالادارات للأسف مركبة على طريقة الأحزاب، وبالتالي الإدارات ما عندها صوت هي تتحكم فيه بالجمعية العمومية بس تنتخب الاتحاد، فما فيها تغيير. هذا واحد، حتى إذا بدها تغيير إذا كان. وعم نسمع كثير مرات بعدد من الأندية اللي ما نسميهم بيجي رئيس نادي جديد شاب طموح حابب يعمل شيء، بيصطدم بإداريين قديمين صار لهم 10 و20 و30 سنة موجودين بالنادي، هؤلاء الإداريين مركبين من الأحزاب وما بدهم يحولوا النادي لمؤسسة، خلص هم مبسوطين بأنه هذا النادي الضايع، نادي المدينة، نادي الحي، نادي المنطقة اللي هو البوس عليه، وقال لي أنه أنا بظهري في زعيم في حزبي، فراسي يعني يا راسي يا راسي، فبقوم بطير أو بيستقيل أو بيترك رئيس النادي الجديد اللي جاي واللي جاي يعمل شيء فعليا. وهلا في مشروع جديد بدايه، وانا شايف انه حيروح على نفس الاتجاه. فالسبب الاول هو الانديه، والتغيير الاول لازم يصير هو بالانديه بقطاع الناشئين او الاشبال او الفئات العمريه الصغيره يعني. اللي ما فيه عروض، صحيح ما فيك تتوقع عقد مع لاعب اندر ايج، بس اظله بتنظم له امور معينه يعني، اظله اعطيه بدل النقل، بس اعطيه بدل النقل للعيبه لحتى يروحوا يجوا، اعطيه له اهتمام، أمنون المنشآت صحيحة، أمنون الجيم الخاص فيهم، أمنون ملعب تمرين. ما في كتير أندية بلبنان علما أن هذا الشيء مخالف، لحتى تأخذ رخصة أنت من الوزارة بس بتقدميها بيكون في عندك منشأة رياضية ملعب لإلك خاص. وكثير من الأندية بلبنان حتى الدرجة الأولى، نحكي درجة أولى، ما عندها ملعب، ما في عندها ملعب خاص لإلها، فهي أصلا مخالفة. إذا ملعب للفريق الأول ما عندك، كيف يكون عندك ملعب أو أقل وخصص وقت معين من هذا الملعب اللي عم تستأجريه للفئات العمرية لعدد من الفئات العمرية، ومن هي مش فريق واحد، حاطين أي مدربين أي مدرب بيجي بيجرب بالفئات العمرية، شو دارس هذا المدرب، وين دارس، وأنا ما عندي أبدا ثقة بأنه إذا أنت أخذت أعلى شهادة تدريبية من لبنان انك تكون بس خلصت يعني، ما فيك تهدد يعني، لازم تطلع لبرا ولازم يكون في معايشات مع اتحادات خارجيه، ولازم يكون في تجارب مثل ما في مدربين عملوها يعني، بس مربع عمل هذا الشيء كذا مره، رضوان عمل هذا الشيء كذا مره، في كذا مدرب طلعوا لبرا، الحاج حمود الله يرحمه عملها كذا مره، هذول المدربين نجحوا. ليه؟ لانه اخذوا شيء من برا، تعلموا شيء من برا. بالنهايه انا وانت واي مدرب اي شخص شو ما كانت شغلته ما بيخلص تعليم، بضلوا عم يتعلم بضلوا عم يفهم، اذا اكتفى بالشيء اللي هو اخذه من محله ما حيوصل لمطرح. فهذه النقطه كما طويل موضوع الانديه، بنبلش من الانديه، لانه الانديه هي ساعتها اذا كان مصيرها بايدها هي بتغير شو بيكون موجود بالاتحاد. الاتحاد بصير مركب من اشخاص مش محزبين، لأنه الأندية مصيرها بعيدة، فمش الأحزاب اللي عم تفرض عليها مين تنقل، تعمل مؤسسات رياضية، بصير في عندها قطاع ناشئين، قطاع أشبال، فئات عمرية محترمة، هؤلاء الناس بيطلعوا بنحطوا بالمنتخب طبعا بمقاليد معينة، مش نجيب لاعب يدفع بين 3000 ولا 5000 ولا يأمن السفر للمنتخب من برا لحتى إنه يلعب كنز مع المنتخب، حتى إنه يلبس كنز المنتخب، طبعا كل هالأمور تبطل بعضها توصل بالآخر لشكل فوتبول مفترض.
طيب اليوم بس حتى مرق فكرة قبل ما اجي ناخد رأي فايز بالموضوع. اليوم شفت بوست ما بعرف مين حطه عن نادي الصفا، انه ادارة نادي الصفا فرض على اللعيبة انه يكون في وجبة انه ياكلوا الصبح بالنادي او حتى ياخدوا وجبة الغداء بالنادي. سو حتى اخر فترة عم بقرا، حتى لو انا هلا عم بعيد وكل شيء، عم بقرا شو عم يصير بنادي الصفا. في يعني اكيد يد وحده عم تزقف، بس مع الشغل عم بيشتغلوا خاصة سيزرا بيطار، عم بتشوف انه كأنه عم بلش يحطوا يرجعوا يكسروا الباز القديمة اللي منا ظابطة، وعم يرجعوا يحطوا باز أحسن لو منا شي بروفيشنال، بس كأنه عم يخلقوا سيستم بروفيشنال بقلب منظومة هي كبيرة منا بروفيشنال. فمثل عم تقول يمكن هي الحالة عن جد يبلش هيك individual نادي ورا نادي ويرجع يعلى مستوى شوي شوي. فايز بعدك معنا؟ هي هي علي. بس انا بالنسبه علي ما حق يرجع يعملوا مثل ما بيقول استاذ رامي بيطار. بعد عم علي كثير الصوت. ايه لا قد ما في مؤسسات عم تسمعيني؟ ايه هيك تمام اوكي. يعني عم بيحاول يحول للنادي قد ما فيه لمؤسسة، وكل الأندية لازم تتبع هذا الشيء. بس أنا بالنسبة لي لازم نبلش برأس الهرم من فوق. يعني مع كل احترامي، شو الفرق اتحاد الفوتبول عنا واتحاد الباسكت؟ إذا بدنا نحكي اتحاد الباسكت عم بيشتغل، اتحاد الباسكت عم بيحط قوانين، اتحاد الباسكت عم فيش عم بيحط حط شروط معينة لازم تمشي عليها الأندية. ليش اتحاد الفوتبول ما بيتبع هذا السيستم؟ انه كل الانديه، كل نادي بلبنان على القليل درجه اولى وثانيه بده يكون عنده ملعب خاص له. ما عنده هالكرايتيريا ما بحق له يشارك. لازم يكون عنده فريق شباب مثلا. ما بعرف هاي التفاصيل صغيره، بس طالما الاتحاد تاركها كل نادي يعمل اللي بده اياه اكيد ما حيمشي الحال. وهو هيدا اللي موصلنا لهون. اي نظام جديد او قانون جديد بتعمل لما بتدعي، طبعا النظام داخلي مش انه اللجنه التنفيذيه عم تاخذ شيء بسيط. اذا ما انا بتدعي النظام الداخلي للاتحاد اللبناني بتدعي جمعيه عموميه. هاي الجمعيه العموميه بيروح عليها الانديه. هاي الانديه بتصوت، يعني الاتحاد قال انا قررت اني اعمل الدوري اللبناني عباره عن الدرجه الاولى عباره عن 10 انديه مش 12 انديه. صح. وصار لازم يصير ويمكن 8 انديه. الأندية بترفض، الأندية بتيجي بتقول يعني تصويت، والأندية بتقول لا ما بدها، ما بدها يكون الدوري عبارة عن 10 أندية. ليش؟ لأنه بدها تضل موجودة من الدرجة الأولى، أو بدها إذا كان درجة ثانية مثلا هي يكون عندها فرصة أكبر بأنها تطلع الدرجة الأولى 100%. فهالأندية بتتكتل مع بعضها وبترفض القرار، وبالتالي التغيير اللي عم تقوله اللي هو من رأس الهرم صح. مش كل هالقد بيبين. هلا مثلا فرضا اذا نحكي عن استقالة مازن البيسي، اوكي استقال مازن في حال قبلت استقالة لانه هاي كذا مرة استقال. اذا قبلت استقالة وتعين شخص بديل، وهذا الشخص حيكون بطبيعة الحال من نفس الجهة السياسية، بس شو تغير؟ اذا الدكتور مازن البيسي شو اسمه استقال ما تغير شيء بالسيستم اللي ماشيين فيه، شو استفدنا؟ كيف عم بيروح ياخذ؟ اذا تغيرت الاشخاص بس المنظومه هي نفسها ما بتمشي 100%. لانه للاسف اتحادنا يعتبر كنت عم بسال انا امبارح كوتش رفيقي كمان شو اكبر سبب لفشل الفوتبول اللبناني حاليا. قال لي الاتحاد بيشتغل سياسي اكثر مما بيشتغل رياضه. يعني كل واحد عنده خطه سياسيه. شو قلت عليه؟ مناكفة سياسية. صح. بيحركوا شو بعض 100%. ما مثل ما قلت لها الأسيل هذيك المرة الكابتن موسى حجاج وقتها كان بيترشح وكذا نادي قال له ايه نحن بننتخبك، وهيدا وقت الانتخابات ما أخذ ولا صوت. طب هيدا شخص عنده مرجعية كروية كان يلعب فوتبول، أعطيني حدا بالاتحاد كله كان لاعب سابق أو عنده خبرة كروية. ما في. لك انا ما عم دافع عن الاتحاد، يعني يمكن بعيد كل البعد عن هالموضوع. وانا اجين بس اجي انتقد، ما بنتقد
اشخاص بنتين عشان كل المنظومه، عشان أكيد. انا صار لي 10 سنين بلعب أكيد. قبل هال10 سنين كان في غيري يلعب، غيري يلعب ولا مره لاحظت 1-5% تقدم الا الفتره المحدوده تبع تيو بوكر، الا بركي بيصير شيء، بركي بيصير شويه نفضه، بس رجعنا من بعدها انتكسنا. بس يمكن هون في بوينت بتفرق، هيدي مره حكي فيها رواد مزهر امبارح عن جد بالحكي، بتحس قد ايه قد ايه مأثر الموضوع. لا لا يعني اللي صار امبارح عن جد يعني يمكن من أسوأ ايام الفوتبول اللبناني، يعني اخسر من الهند هيدي بحياتها ما صارت يعني. هيك بتصير يعني، يمكن شي يوم تيجي تلعب ضد فريق اضعف بتصير، بس هي الفكره انه والله ما بمزح والله. انا قال لك رواد المشكله مش قصه خساره، الفوتبول اكيد ربح خساره مين ما كان تقريبا اللعب عاد بتصير، بس ما في اداء ما في شيء يعني لا لعيب عم بيلعبوا بمراكزهم، لا في تمشي طابه مثل الخلق، لا في بنيه هجمه، ما في شيء صح. هيك انا اخر مره وصلني 3-4 مسجز على انستا لواحد صب صغير عمره 16-17 سنه عم يتمسخر انه ايه دي عم بتدعمي كره قدم نسائيه ولا شيء، هلا اذا شفت لعبت البنات والشباب بياكلوا 10. انا امبارح بجزم لك مليون بالميه، امبارح لو بتلعب اولمبيك ليوني او برشا بنات ضد منتخب لبنان لعب امبارح بيربحوا، عشان يعني هن منيح اوكي، بس حتى لبنان كان عاطل لدرجه انه ما بيهم اذا كانوا بدنيا احسن، تكتيكيا كانوا بعاد كثير عن شيء لوجيكال او شيء طبيعي. ما مثل ما قال لك، اذا مثل ما عم بقول لك برجع بقول لك رواد، يعني انه ثلاث متوش انت مش قادر تسجلي جول، مش عم تلعب انت مع السعوديه ومع قطر ومع كوريا، مع منتخبات ما في اضعف من هيك وما قادر تسجل عليها يعني صح. يعني شو عملها فوتبول بعد انت كيف صح. هي بس لحتى اجا كفي لك نقطه كنت عم بحكي عنها في اش، انا مرقت فتره وقت الماستر عملت استاج 5 أشهر 6 أشهر بنادي الرياضة، وشفت الفرق كتير كبير انه انا كنت العب فوتبول، حتى هون وقتها كنت بعدني العب فوتبول، وهالقد غاطسة بجو الفوتبول سحبت حالي شوي، شفت لجنة اولمبية، عملت استاج لجنة اولمبية، رجعت عملت استاج نادي الرياضة. يمكن اكبر فرق هذا شيء كتير بيساعد، اكيد ما عم بدافع لا اتحاد ولا اندية ولا شيء، هي حجم الرياضة. يعني بتجي هلا بتقلك بتشوفهم كل السنة عم يتخانقوا الأندية الباسكت ليمضوا 10 لعيبة والأمير ما بعرف ما فيه فوتبول، بدك تجمع بول فريق أكبر، بدك ملعب تفرق تعمل ملعب باسكت لألك اللي هو قد نص ملعب فوتبول مع كل التجهيزات من برا. فيمكن في هالفكرة عشان ما فيها الاستقلالية، ما في نظام انه مشكل نادي هو مؤسسه بحد ذاتها، فيها المشكله انه يكون فيها الاندبندنسي او يكونوا شوي مؤسسه لحالها. بالباسكت بتشوفها نادي الرياضه اليوم مزبوط، يوم نزلوا شغله نادي الرياضه انه فتحوا باب تبرعات او مساعدات من الفانز طبعا. عشان شافوا انه فيها العلاقه بين الجماهير، وعشان الجماهير شايفه شو عم تعمل النادي، قادره الجماهير كل حدا يدفع دولار 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 بيرجعوا له ديوبريف مثل ما هو. طيب. انا كنت بحكي مع علي من جمعه، قلت له فيك تجيب معلومه، ما لقيت ولا ويب سايت لنادي بلبنان في شباب الا ويب سايت الصفه، هلا منيح ويب سايت الانصار بعدهم حاطين لعيبه هلا ما بعرفهم عم يلعبوا نجمي ما حتى في ويب سايت نادي العهد ما انتبهت. ف لا عهد عم يشتغلوا، عهد بصراحه عم يشتغلوا عليه، عملوا انه شو اسمه انه شيء مختص للاعلام والخبريات. بس بتحكي عن موضوع اللي انت عم تحكي شوي تقريبا مصاري او الفاندنج، وعلي بيعرف فوتبول بلبنان عم ينكب مصاري في رؤساء عندي، عم بحطوا مبالغ كبيرة، مش انه ما نادي اللعبة متروكة كليا، بس المشكلة ما بعرف كيف الطريقة اللي ماشي فيها، يعني ما في دوري بالعالم حشيش اصطناعي عمي، نحن 2023 ما في لعيبة بقى هوات، ما في لعيبة هوات بالعالم بلين محترفين، فهمت كيف؟ فنواتو كل هالبلاد قلت لك حاطين دوكيومنتري انا شفته عن فنواتو، سافروا بفتره الكورونا قعدوا بالامارات صاروا يلعبوا مع عندي اماراتيه، هيدي جزيره فهمت كيف. بعدين نحن المشكله عنا يعني مع احترامي للكل بالاتحاد ما في حدا بيتحاسب، هيدي نتيجه امبارح لو صارت مش عاقل لك ببلد اوروبا بسوريا بيطير الاتحاد مثل ما هو فهمت كيف، هون عادي بتكفى ما في شيء يعني صح. طيب عندي سؤال شوي يمكن لاثنيناتكم، بس بتخيل علي يكون عنده معلومة عن الموضوع أكتر،
في عنا هلا بس يجي يركب جهاز فني، صار عنا شوي هالكونسبت يكون في حدا سكاوتينج، يعني مثل مجاد مبارك بالباسكتبول قبل كل ماتش الحكمة بكون عامل جاد سكاوتينج للفريق اللي ضده، عم بكون عنا سكاوتينج انه لا تجي انت عن جد تشوف انه في عندك مساعد مدرب شغلته سكاوتينج عم بيشوف لعيبة ضدنا، عم بيشوف لعيبة اللي عنا اللي لازم تستدعى نتائج مبارياتهم برا مع فرقهم، في عنا الرول بهالجهاز الفني ان كان اندية او ان كان منتخب. عندي سكاوتر المدارك لبنان يعني ده أعظم. أولاً الأندية اللي هتتشارك آسيوياً هلا صار في روز جديد بشكل تنظيم الجهاز الفني، لازم يكون في عندك طبيب معالج فيزيائي وكذا وكذا وكذا، فمفروض عليهم أن يعملوا أمور معينة. بس فيما يخص الجهاز الفني، ما أنت في عندك unlimited number، يعني مش ضروري يكون هذا الرقم انه والله انا في عندي 10 مساعدين، ال 10 مساعدين بيكونوا موجودين على ارض الملعب، لو هم فيهم يكونوا عم يشتغلوا بره. اوكي. الجهاز الفني المنتخب الاول مؤلف من مدرب ومدير فني، مدربين مساعدين اجنبيين، مدرب حراس مرمى اجنبي، والباقيين اداريين وجهاز طبي وهكذا. ما عندنا حدا بيشتغل بره، كان في شيء اسمه المستشار الفني اللي ياخذه يوسف محمد، بطل موجود. على إذا بدك ربط بين اللاعبين والمدرب ومحاولة استقدام لاعبين محترفين برات لبنان، يدوروا أكثر بأنه حدا عنده احترام بالمنتخب أو حدا عنده احترام بالفوتبول اللبناني، فالناس فاللعيبة تسمع له وتحبه، بقرب اللعيبة على بعضها، بقرب اللعيبة على المدرب، هذا شغل ملاك يعني. ودوره حر يعني دوره مهم، بس الدور اللي انت عم تحكي عنه ما موجود اساسا. اشك انه يكون في شيء له علاقه بالاحصاءات والمتابعه، كيف في امور معينه عم يتابعوها، بمعنى انه عم يلبسوا اجهزه بيشوفوا هاي الصفحة عم يعملوها هلا كمان خريطه حراريه قديش عم يقضوا دقات القلب والامور هاي. اوكي في كثير امور بس رايحه شوي على الشيء الطبي أكثر من هو شيء فهاي القصص لا معنا يعني، أكيد بالأندية معنا إياها. إيه للأسف يعني بعرف معلومة أكيد علي بيعرفها كمان. أول شيء هذه موجودة بكل المنتخبات، في شيء اسمه شو بيقولوا له محاصصة طائفية، إنه من كل طائفة لازم يتاخد مبدئيا واحد، فهمت كيف؟ لو كان خرج أو ما خرج بقول لك اياها مثل ما هي، فهمت كيف؟ ففي مداوره كل الكوتشي بيعرفوها، يعني بتسالي كوتش انه شو ليه هيدا الشخص موجود هون، بقول لك محاصصه طائفيه، فهمت كيف؟ بيبرم من محل لمحل. انا هلا صراحه يعني هلا انا بكون عم بالغ عم كذب، بس انا فكرت انه انا بعرف قبل كنا هيك، حتى صايره معي كم سيتويشن وقت انا كنت العب وما كتير فهمنا، وبعدين لما أنا أخذت إنه ابتعدت شوي أخذت خوكيول عرفت وحللت وبي خبرني وكذا حدا خبرني فهمت ليش كان يصير في تنقايات هيك. بس هلأ بوقتنا هلأ 2023 كنت مفكرة يمكن ما بعرف بعد الثورة آخر فترة بعد كورونا منتخب لما عم يتشكل ما بقى كان عم بيكون في قصة المحاصصة. أنا هيدي يعني بصدق عمولة ما كنت عارف إنه ما عرفت علي من فترة كانت موضوع عن منتخبات الناشئين ذكريته، اللي هو انه كانوا عاملين حقوا تجارب منتخب الناشئين الاتحاد صار غير المدرب، فانا عم لاني ما بفكر بهذه الطريقه تبع الطائفيه والمحاصصات، فانا عم بكتب خلصت الموضوع عم راجع مره ثانيه، فقمت قريت اسماء الاشخاص يعني المدربين اللي عينوا فانتبهت انه في مدربين من هون مدربين من هون مدرب من هون مدرب من هون. وانا بحياتي الطبيعيه بس حدا يقول لي انا فلان عائلتي كذا، ولا ممكن اني افكر انه اوكي عائلتك يعني انت من هون عارف انا شوفير التاكسي اللي انت من وين وكذا شو عائلتك يا عمو. بس انا عم بعمل مراجعه عم انتبهت للاسماء عم بينت لي انه اوكي عم تختبروا كمان ما في موضوع طائفي ومحصصات، بس هذه القصص ما في اكتبها لانه بالنهايه اي حدا في يجي يقول لك اوكي شو اثباتك يرفع دعوه
مثل ما هي اذا بدك مثل عرف يعني متفقين كلهم عليه بدون ما يحكوا فيه يعني. بس اللي بس بصراحه اللي اضرب من الـ من الـ من هاي الفكره اللي حكيناها، انا عملت ريسيرش على المدربين اللبنانيين سوري الاجانب اللي هلا مستلمين المنتخب. اوكي اول واحد الكسندر إليتش اكيد تبع المنتخب الاول. في شيء اسمه average term as coach، يعني قد ايه بيقعد بكل فريق او منتخب يستلمه. اوكي نص سنه، 6 شهور ماكسيموم. يعني بتطلع بقادسيه مثلا بالسعوديه قعد 5 شهور، بالرائد بالسعوديه كمان 5 شهور، بالاهلي قبله بال 2013 كمان 5 شهور، يعني ما كفى موسم واحد. يعني اذا ايفان هاشك كان نعم ايفان هاشك اللي قبله نفس الموضوع. هذه يعني انت يعني لما تطلع مثلا مدرب انديه كبيره بالخليج او هيك بس ما عم بكفي موسم، طب يعني فاشل يعني. اللي اضرب منه تبع البرتغالي تبع الاولمبي موريرا 0.2 كاوفر اول، يعني شهرين بيقعد بكل هيدا عن جد السياحه والسفر يعني عن جد كوارث. يعني قاعد بسودوفا بعدا ب رومانيا بعتقد رومانيا وبولونيا شيء واحد من هالبلاد 7 أشهر، بس النادي اللي بعده ريتيرا قعد 4 أشهر. طب انه شو عم بيطلع؟ يعني انا شخصيا عرضت كذا مدرب على المنتخب الاول قالوا لي نحن ما خصنا ما بنتدخل. طب مين اللجنه اللي عم بتجيب هيك مدربين وعم بتشوف انه عم يفشلوا بالمحلات اللي كانت قبل؟ منتخب الهند امبارح عم بتطلع، انا بتابع فوتبول كتير من الصغر، كان يلعب بلاعب كاس عالم، كان يلعب بكرواتيا، درب فريق الشيحانيه بالدوري القطري موسم ونص. يعني هيدي الدوري يعني هيدي الهند اللي ما عندهم باك جراوند فوتبول. طيب حتى هلك عم شوف عشان انا صراحه وقت تعين الكسندر إليتش كون كنت بعد حالي شو عن الفوتبول اللبناني، بعد النهائي اللي مبسوطه بحالي فلت من كل هالوضع، بعدت شوي ما حتى كنت شايفه انه شو الكارير تعولته، فطلع قدامي كل الليست المدربين بتشوف انه من وقت تيو بوكر بال 2013 وقت قفل بتذكر هيدي وقت خربت الدنيا وقت جابوا جيانيني يا حبيبي والمصاري اللي اندفعت يا حبيبي هون وقتها كانت ات سام بوينت انه اندفعت يمكن نبطل في مصاري بالاتحاد عشان الكونترا اللي أخده لا يجي عن جد يتسلم. بتعرف جيانيني كان موقوف بإيطاليا أصلاً ما بيحق له يدرب من بعد رادولوفيتش يمكن نرجع شوية مع رادولوفيتش ثبت المستوى قعد فترة ركب شيء بس من بعد يمكن كمان هلا عم شوفها ومتذكر في الفترة أنه نلعب بس ما في شيء ما في شيء تطور ملموس يعني لك سوريا مش عم لك الحرب وما بعرف شو هيك مش مستقر الوضع قطري حرق مدرب حراس ما بعرف شو عن الحراس يعني انه انا بهالحالة طب اوكي بيقولوا لك مثلا يمكن ما في مصاري هلا وضع البلد صعب طب سلموا مدربين لبنانيه يعني مع احترامي بلال فليفل مع منتخب الشباب كان فظيع هذا حكي الاتحاد ما مصاري اول اكيد ما بيجي يعني. بالفيفا اكيد شو اسمه معروفه بس عم بقول لك اذا بدنا نمشي بحجتهم يعني فهمت كيف مره مسؤول اتحاد قديم قبل هذا الاتحاد عم يتباهى كان قدام اظن رئيس الاتحاد الرسمي انه نحن صندوقنا بالاتحاد في معنى مبلغ بتقولوا هلا عم يتباهى انه هو عم ترجيه انه نحن بنحافظ على المصاري ومعنى المصاري عم قال له انه ايه شو يعني مبسوط قال له هاي المصاري لك تصرفها ما انت عندك مصاري 100% تخلصها بالسنه لازم كل سنه مصاري تخلص المصاريات الموجودين بالصندوق مش تحافظ عليها مش عارف جمال ابلش فاهمينا غلط حد في مصاري في كاش في منيح يعني لكن سؤال يعني عادي كثير بسيط وواحد دخل فيه يفهم منه اي عضو هلا موجود بالاتحاد لجنه التنفيذيه عم يسد من الصبح لعشرين من الجمهور صح واهله هو 100% ولا فا ولا شيء كذا شو الله جابره انه ضل الاتحاد 100% صح كل الناس بتعرفها هدي انه خي مضطر يعني بس بعدين في شغله يعني ما فهمتها انا انه مثلا لو إليتش اجى انه بده يشتغل على معتبر
خلاص الجيل القديم خلاص بكفي، بده بس يدعم بكم واحد ويشتغل على الجيل الصاعد مثل ما بنقول. طب ما لعب ولا لعيب تقريبا بالبوزيشن تبعه، يعني محمد مهدي زين لعب ولا باك، مهدي جرب بوزيشن جديد، كوارث يعني مش مراكزهم حتى اللعيبه، يعني شو هالاختراع هذا؟ ليك حتى هون انا في فكره بضلني احكي عنها عشان ما افهم مين كنت عم بحكي بالموضوع من فتره بمشي شهر. ريتشي خصوا انه في لجنه تسويق بالاتحاد الاسيوي وراح يتم تعيين شخص لبناني بقلبه، هيك قريت، ما قريت كثير تفاصيل، بس انه يعني كيف انا بدي اطلع اتباهى برا واستلم وظايف برا اذا انا عندي الماركتينج من الاسوأ بدي اشوف من ميدل ايست. هاي بعتقد اسيل، بعتقد هيدي على فكره قديمه مش جديده، انا هيك بعرف، لانه اذا مش غلطان كان رواد نزر على اساس مفروض هو يستلمها وقتها كان بعده بلبنان، وما بعرف شو صار، يمكن اكيد لانه شايف ما في تغييرات وما في شيء حمل حاله فل، لانه بتذكر كان يكتب فتره عنا اتذكر انا بظن اخر لجنه تسويق الاتحاد كان بتاع اسا ولا شيء، وهو طلب العفو منا لانه ما فيها شيء. اللي عم تحكي عنه اسئله، اوكي احنا رشحنا شخص اظن دمري مصنع انه يروح هو يكون موجود باللجنه التسويق الاتحاد الاسيوي. هدول يا بنتي احنا من الماركتنج عندنا صفر، احنا ما عندنا لجنه تسويق الاتحاد الاسيوي، مش قال عندنا لجنه تسويق وما بتشتغل، ما عندنا لجنه تسويق، فكيف احنا لحتى يكون هو عضو باللجنه التسويق الاسيوي؟ علي كيف بده يكون عندك لجنه تسويق؟ انت ما كان انت بلشت الدوري ما عندك سبونسر، هدول سنيبس لو شفوا علينا يمكن، لانه الام تي في اخذينا انه مشي الحال، بس دوري بالعالم ما عنده سبونسر يا زلمه، في افشل من هيك بعد؟ دوري عم بيلعب على ملعب جونية ثلاث ارباع المتوشي مدينه الرياضيه بطوله العرض مسكره، بتلاقي في عنده شركه طيران من البلد، بتلاقي في عنده شركه الماي للتحطيم مستلزم، نحن عندنا شركه الثياب، عرفت انه شكرا عم تلبسونا الثياب لا بس ليك انا كنت عم قلت لها الاسئله هذيك المره، ما لنا شيء مستحيله، ما عندك 12 مؤسسه او شركه ناجحه بلبنان، كل مؤسسه تدعم نادي واحد مثل توفير هلا بالصفا نوعا ما، فهمت كيف؟ يعني فيك تعمل دوري خيي مؤسسات، ما انه شيء مستحيل، بس ما حدا بيشتغل. بس تعرف شو المشكله؟ ما المشكله نفسها، ما هيدا كنت عم بحكي عنها قبل شوي، عم قلكم انه انا اليوم والله كنت قاعده هلا عملته اليوم لجروب على فيسبوك عشان بيجي بطلع بس روح شوف الجروب اليابانيز باسكتبول والله بتشوف الفرق بين اثنين، حكي ساعه حكي مصاري، ساعه حكي ارقام المترك لعيبه بعالم تاني، حتى انه كيف هذا بيشتري كنسة فريق وهيدا هيك وهيدا هيك، شو بتطلع انت بالسيتويشن؟ هلا اخذوا فيزا سبونسر لشو اسمه للباسكت لبطولة العالم، يعني اتحاد طلع اربع منتخبات يا جماعة لكؤوس العالم، نحن عم نلعب مع الهند وبنغلاديش، بعد كم يوم عندنا ماتش مع بنغلاديش. هيدي قصة الماركتينج كتير مهمة، عشان ليك أنا يعني مثل في إشي أنا كنت أسبق طلع بإشي بوزيتيفز، مع أنه وقت مرة إشي قد ما بكون معصبة، أنه بري حطيت قصة أنه عن جد سكروا التعليقات، أنه عم بتسأل عشان ما بيصدقوا الله يخسروا شي سكروا التعليقات، بس كشغل سوشيال ميديا فاتر عم بفرج وناصر خالد عم يشتغلوا شغل بعقد كل جروب، يعني بتحس كأنه شغل السوشيال ميديا الاتحاد اعلى من الاتحاد اللي عندنا، اذا بدك انا بشوف عم بيعمل شغلهم لالهم، عم بيعمل شغل الاتحاد ما عم بيعمله، متوشي كلها لما بتنقل بينقلوها على اليوتيوب يوزنج تليفون صح. بس انه اذا انت بدك تعملي اصلا ماركتينج، انا دارس ماركتينج، اذا بدك تعملي ماركتينج ديبارتمنت بالاتحاد بدك تعطيه مصاري، ما فيك تقولي بدي اعمل انا شو اسمه اسم للتسويق وما في شيء، فهمتي كيف؟ صح. كيف بدي اعمل لك دعايات يعني؟ صح. طيب انا هون عندي سنس، انت فتحت قصه نعمل ماركتينج، عندي سؤال هيدا كمان استفسار، عشان انا بعرف انه نحن كنا نلعب وقت خلص البطوله يعطوك هالكاس وتكفي حياتك على البيت، الاندي ما يطلع على شيء، هلا اخر فتره صار عندي يطلع على تشيك ب 3000 وما بعرف شو يطلع لهم بالمنز ليج الدرجه الاولى، هلا لو تيجي تشوف المصاري اللي عم تنزل نادي الصفا
مسار الزتة سيس نبيل بدر، مسار اللي عم زتة هديك سنة كان سيس مازز عندي بالنجمة، وبالعهد بالعهد آخر كم سنة مع سيس تميم. شو العائد يعني؟ أنا هلأ بيجي بطلع هيك، أنا هدي ما بقول لهم إياها أنه جماهير حاجة تلوم رؤساء الأندية عشان فيش غير مجنون بيجي بزت مصاري بدوري ميت. فعن جد شو بيطلع له؟ أنت هلأ عم تجي تقول ما فيش أسهل منا نحن عشان نجمع 12 بنجيب 12 انفستر نعطيهم شركات. بس انت بس شو بدك ريتيرن اون انفستمنت؟ وين الريتيرن اون انفستمنت؟ ما انت لما تعملي شو اسمه 12 مؤسسه تيجي تدعم الدوري مثلا، اذا بيربح 10,000 بيصير يربح شو بعرفني مليون مثلا، فهمت كيف؟ بيصير في القيمه التسويقيه تبع الدوري بده يعلى، مثل البريمير ليج مثلا. البريمير ليج اخذته شركه خاصه هي بتسوق له، ليش عم بيعلى قيمته هالقد؟ لانه عم بيعرفوا يشتغلوا الجماعه، كفرج تي في، انترنت، لعيبه، كل هالاشياء. بس اذا الطريقه اللي نحن ماشيين فيها هلا كل شخص هو عم يجي مثلا يكب هالمبلغ، اكيد ما بيرجع له شيء بهالحاله. طيب وانا هيدي اللي عم لك انا جينا عملنا هيدي قصه خصصنا الانديه، ومن اصل ما بعرف 60 ماتش بالسنه عم تلعب 50 او 48 على جونيا، ما بعرف وين هوليك الباقيين. فعندك ماتش بالجمعه من يعني هي المشكله بعد اول جديد قصه انه يعني هيدي موجوده عندنا كان بالفوتبول بالبنات انه اتس سايكل، يعني اتس سايكل. اذا انت بدك تعمليها في معايير معينه. اعطيك اكزامبل، شفتي وصل تبع الباسكت تبع الرياضي طلبوا منهم انه ملعب اكبر من المناره، راحوا ملعب جوني كفوا الفاينل 8 بدبي. في معايير معينه، ما فيك تلعبي على ملعب واحد وما في سبونسر وماتش واحد بس بالاسبوع بينقل، اكيد لا. يعني في اشياء بدها تنطلب ليقدر يمشوا بهيك مشروع، فهمتي كيف؟ ما فيك تضلك ماشي مثل ما انت وتطلب يصير دوري محترفين وما يتغير شيء. يعني كنا عم نقول انه مفيش عنا لجنة تسويق، لأن احنا كمان مفيش عنا لجنة ملاعب، فأخر يعني احنا وقت شكلنا هذه السنة لجان الاتحاد اللبناني أو لجنة تنفيذية، شكلوا لجنة منتخبات، لجنة كرة نسائية، لجنة شواطئ، لجنة صلاة، ما بعرف شو كمان. بس المشكلة الأعظم ميني فوتبول يمكن بعد في واحدة لجنة هي تعطي العقوبات أكيد، ميني فوتبول كمان لجنة المسابقات والميني فوتبول. لا احنا ما عملنا الاتحاد اللبناني للفوتبول، لا الاتحاد اللبناني. اوكي. فنحن المشكلة الأعظم بالفوتبول الملاعي ما عندنا لجنة ملاعي أو ما شكل لجنة ملاعي. والمشكلة الثانية العظيمة التسويق كمان ما شكل لجنة تسويق. في يعني أعضاء اللي بتوزع المهام أوكي، بس مش مشكلة إنه في أعضاء ما عادش بدهم هاي اللجان، بدهم لجان ثانية. في أعضاء متشبسين باللجان بتركوها. فهيك يعني عم نحكي إنه بدنا ملاعب كذا، مش عم نلجنة الملاعب. موضوع الملاعب أوكي موضوع كتير كبير، وأقل حدا بيلام عليه هو الاتحاد. عندنا الجمهور، أنا بوافقك لأنه بيجي الاتحاد علي، بيجي الاتحاد بيقول لك أنا مش شغلتي نظم قصة الملاعب، بيجوا البلديات بيقولوا لك إيه بس ما إحنا معنا سلطة كفاية مثلا نقدر ندير الملاعب. حدا بده يكون مسؤول، شغلته أنت اتحاد كرة قدم، كرة قدم يعني فوتبول يعني ملاعب. طب إذا أنت مش قادر تديرها يعني في شيء غلط، يعني ما منا راكبة كمان. يعني كيف يعني كيف مثلا اتحاد كرة السلة سوري بيجبر هالملعب يتزبط وبيجبر هيدا الملعب ينقل هيدا الماتش؟ ما هي شغلته كمان بالاخر. ايه هون عم اقول لك مش انه بشيل النوم نهائيا عن الاتحاد اللبناني ولا شيء حكي عنه نيوم سليمان. انت كاتحاد كما وصفها نيوم سليمان تحديدا انه بتروح بتنام على باب رئيس البلديه وتقول له لانه بالنهايه هذا البرودكت تبعك انت، اذا مش انت لحتى تعمل حتى يكون عندك ملعب باي طريقه ممكنه ما حتعمل ملعب. اوكي كان عنده مشكله شخصيه مثلا مع رياض الشيخ لما اجى سنتين رياضيه وكان معه الحق، انا بقول رجعوا جددوا له. ايه بس مع ذلك لا بدك تلاقي حل. يعني هيدي طبعا انت سياسي ومركبينك السياسيين، هيدي اللعبه السياسيه، انت بتنزل شوي هو بينزل شوي
صح. بيدفعوا عن انه اهم ملعب لبنان لازم يلعب عليه الدوري 100%. الموضوع بتروح عند رئيس البلديه، النهائي رئيس البلديه ما حيسكر الملعب لانه عباله يسكر الملعب، يسكر الملعب لانه بده يستفيد. 100%. لما يجي حدا ويقول انه انا هفتح لك الملعب او انا خلص قررت اني استثمر لك الملعب، اول شيء فتحت ملعب جيب الجمهور، ثاني شيء هذا الجمهور بيتنقل حول المدينه، وثالث شيء فيك تعمل فيستيفالز برات الملعب بالملعب. هذه الفكره ما بعرف ايش هاش بتفكر فيها. يعني مره واحد شفته بلبنان وقت اللي عمل كلاسيكو برشلونه وريال مدريد. صح صح دائما بحكي فيها انا. مظبوط مظبوط. صح صح. تعملوها كثير سهل. عامل بحكي مع مطعم بقول له انا اجربك للمزيحه وطعم. وليك لما كمان اذا بتتذكر قبلها بسنه يمكن وقت جابوا السوبر ستارز هدول النجوم بجوني كمان كانت كمان كانت ناجحه يعني. كله تنظيم عشان بس انه لازم تنظيم لازم, لازم يلاقى له حال. ما معقول عندي درجه اولى ما عندهم ملعب يلعبوا عليه يعني. كانوا كمان كتير غلط يعني. بعدين ما عم بفهم ليش عم بيطلع الفيفا عم بيعملوا مشاريع جديدة لملاعب جديدة. طب ليش ما بيزبطوا الملاعب الموجودة حاليا يعني تترمم؟ بدي كيف؟ المفترض حسب ما بعرف انه هاي المصاري اللي خصصها فيفا للملاعب هي لملاعب مش كبيرة يعني. اولا مش تبع للبلديات. صح. تبع للدولة عفوا مش للبلديات. اوكي. يعني لملعب علبك، لملعب خاصة الرومبي، لملعب منيلودي. هو ثلاث ملاعب لأنه هو ملاعب تمام من شرفة الدولية. ما فيك تعطيك مصاري للدولة. لما الفيفا بيعطيك مصاري للاتحاد. الاتحاد بيوزع على ملاعب خاصة للبلدية. حسب ما بعرف أنه هاي أنه هن بنيعطوا لملاعب مش ملعب صغير مثلا كبلدية. بيعطونا ملاعب أصغر. بيعطونا ملاعب ضياع مثلا تحت عمري مثلا بتخصص الملاعب تحت عمري مثل ملعب سن الفيل. هاي الملاعب اللي بتدفع المصاري. ما بعرف اذا فيهم يطلبوا من الاتحاد الدولي انهم يغيروا الوجهه او يخصصوا مبلغ كامل لملعب واحد. ما بعرف هذا الشيء. وانه لازم يعطوا يوزعوا المبالغ على كذا ملعب 100%. لو وزعوا ملاعب على كذا وزعوا مصاري على كذا ملعب ما في شغل عليهم الملاعب. مثلا مرقت فتره سنه كان على اساس وزعوا على ثلاثه او اربع ملاعب بينهم ملعب حمدون ملعب علي. شو مره حدا شايفينه لعب ملعب علي؟ ولا مره. انا ساكن ببشمون وما ولا مره سامع. يعني انا شايف فتره ملعب علي بس شايفته ملعب علي بال 2016 كنت بيساس يعني. يعني كده عم بيشتغلوا على كذا ملعب هون بالمنطقة. شو اسمه ايه هيك يعني مثل عم تقول ضياع او هيدا. بس انه الاولوية لازم تكون بالمدن يعني بيروت البلدي. بنت جبال ظبطوا ملعب بنت جبال. ملعب بنت جبال معمل شكله حلو بس انه ملعب درجة. بعدين المشكلة انه بهيدول الملاعب انت عم تعملهم. طب اذا ما في صيانة يعني دعان المصاري انكبت يعني. أكيد إذا ما عندك كمان. أنا بفتكر ملعب سن الفيل مرة كانوا عاملين عليه ماتش دوري سيدات واقفين العالم معلقين بالشبك مستندين عشان الشبك لا يحترف. أنا no matter what happens حتى لو اللعب كل ماتش الدوري عليه ما حيفوت ألف على أنا حضرت ماتش باسكت رياضي بيروت بنات دفعت 50,000 على دخولية. حسيت حالي اني راح احضر هون اولمبيك ليوني جبروني ادفع 50,000 كان في خير كنا بيحش عم يتحدى بالملعب. عم تحكي مبلغ منيح بروح ورغم رغم انه اذا شو اسمه انا يمكن اكبر منكم بالتسعينات اول التسعينات تلاقي يمكن 10 من رياضي و10 من الحكمة قبل ما يجي انطوان شويري الله يرحمه. صح. وماتش هومنت من هومنت من حق لك انصار نجمه ما بتلاقي كرسي فاضي بالملعب. انت كيف؟ صح. والارض رمل كانت يعني ببرج حمود. ليك كيف قلبت الادوار. كل ما نحكي شغله بيطلع لنا قصص. هلا بتقول يمكن ساعه كذا وكذا بقول انه قديش عدد الجمهور. طب نحن 2023
ما في قليل بقى تذاكر لبنان كمان جاي أولى. أنا جيت مشوار على لبنان هلأ مشوار كم شهر ثلاثة. أنا عتني ملاك زرق نطلع نحضر نجمي عهد وقتها كان جمهور العهد موقف. بجون قلت لي انسي انسي انت لاعبة منتخب سابقة وانا بشتغل هيك لما فوت نقعد منصة. قلت له دخل اول شيء دخيلك مش حفوت على محل هي واخد اثنين. وصلنا على الملعب قبل كنا احنا اوريدي كان عندنا ماتش منتخب الصبح بلش يفوتوا هالجمهور النجمة قبل ماتش بساعة فول بعضهم عم بيبيعوا تذاكر. قال لنا ماتش صار عليه مشكلة واجا استاذ ابو فراس وجرب يظهر جمهور ليقبل رئيس البلدية ورئيس الملعب عدد الحين ايه لانه صار مشاكل كتير وبعد 100 شغلة وشغلة و100 حكي وحكي قدرنا نفوت نحضر الماتش مع جمهور العهد. ما في جمهور عهد يعني طلعنا كنا قاعدين احنا 4 5 اذا بدي احضر مع جمهور العهد كنت حضرته على التي في بالبيت. لعب سابق المنتخب اللبناني زون 2017 ملعب المدينة الرياضية ماتش يعني نجمة أنصاري نجمة عهد كنت بالملعب كنا وقتها بالجريدة كنا في سوبر وان. إجا يوسف محمد على الملعب كان بوابة الـ VIP والأشخاص اللي عادة موظفين بالاتحاد ما بيعرفوا شيء عن اللعبة ما بيعرفوا مين في منهم هيك جايين بس يلا دي الترزي هو اللي يفتح طبعا معه ياسر قال له هات فايق قال له قال المنتخب سيء كابتن قال له خليك ما فيش معك بطاقة قاموا اتخانقوا مع بعض وبلاقي حلوها بس ما قبل يمكن يكون حق يوسف او وكيل قبلها لعب لعب سابق انا متذكر انت عم تحكي عن قصه كان في لعب سابق ولجند بين عاد يعني لعب بوندسليغا مين مين هو لا لا عدنان الشرقي عدنان الشرقي عدنان الشرقي يا ملعب زون ملعب بيروت وقت هذه صار الخبرية قبل يوسف محمد بسنين أخذ قرار وقت عدنان إنه آخر مرة يفوت على ملعب أو بيروت بفكر الواحد مع كان رايح هو الطالب الجاوي وقفه قال له مين أنت وين رايح فين عرفت قال له مع مشروع. طب كيف الاتحاد مفترض يكرمهم لهون الناس يعطيهم بطاقة تذكرة موسمية تفوت تفوت فيها على اي ملعب بدك اياه اكيد 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 هذول شو موظف بيقول لك انت مين او حتى اذا بيعرف عن الموظف بده يقول لك انه اوكي فوت لا بده يكون معك بطاقه مثل اي دوله بالعالم مثل اي اتحاد مثل اي دوله بالعالم بده يكون معك بطاقه موسميه او بطاقه دي اي بي بس بتعرف اسيل بتعرف يعني هو الخطيره بيعملوا لهم تسهيلات يعني شو يعني واحد مثل عدنان الشرقي يا زلمه أنا حضرت ماتش هون أكيد لا يقارن حضرت ماتش هون سيدات ما حتى شباب اليوم وكان في إيه باليوم كان في ما أنا مخبرة حدا يعني جاي واحدة تحضر ما أنا مخبرة حدا طلع بعدين إنها كانت أول بنت مضت مع نادي اليوم يعني هلا عمرها بالستينات سبعينات جاي تحضر هيك أم شايفة حدا من الجمهور قال لها مش أنت هاي ما بعرف شو هيك شافوا عملوا هاي صح ولا تصوير ما تصوير عرف النادي وصل خبرين النادي نزل وفد including جون ميشيل أولاس نزل أولاس شخصيا استقبلها فوتع على الفي اي بي هي وولادها هي وأحفادها طلع بس انه غير انه تقدير لعيب يعني بتخلص فوتبول تعرف حالك انه خلص انت حتضلك لعيب فوتبول مش عم تلقي شغل او ما عم تلقي شيء تعمله وما عم تلقي شغل بدك ضمان صحي فيك تفوت على المستشفيات يا حرام هيدي غير بدها غير حلقة يعني بدي كان اختم بشغلة بركي منفوت بشوية نجرب نختم ببوزيتيفيتي ان شاء الله. عنا هلأ تصفيات عنا كأس آسيا قربت 6 أشهر 7 أشهر يعني امبارح كنت عم شوف الجروب انا مش عم حط براسي نطلع نتأهل نص نهائي او نلعب على نهائي بس شو بهالمستوى شو توقعات كأس آسيا بنقطع دور المجموعات أو 3 خسائر ساحقة أو شو يعني شو فينا نعمل إحنا وقتها احتفلنا قلنا خي مجموعة لا بأس بها 100 شغلة وشغلة شو هلأ إحنا بالوضع الحالي بعد هالبطولة اللي لعبناها what's next هيك نختم فيها. تفضل يا علي. ما فيش أقدم بكرتك يا صراحة ما فيش البوزيتيفيتي يعني من بعد اللي شفناه علما إنه إيه الصين وطاجيكستان وقطر ممكن حتى لو الدولة النظيفة لأنه شفناهم يعني قبل كأس العالم مش قبل كأس العالم كيف كانوا عم يحضروا وكان بتأجر مشكلة ده
ده مجموعة سهلة، بس إنه اللي عم يتعادل مع منغوليا وعم يكسب من هنا بهذا الأداء، ما مش بست أشهر حيقلب له كل شيء. هذا إذا بقي جهاز فني، أنت عم تلاقي جهاز فني مش حيجي كمان يغير كل شيء بوقت اللاعب. بده وقت 100% 100% مع الشيء اللي جاي جديد مع أفكار مدرب جديد، غير إنه التشكيلة حتتغير بطبيعة الحال. يعني بس يجي مدرب جديد الكل لبناني خاصة، حيقول له بعض اللاعبين يروحوا يفلوا اللعيبه الجداد اللي هو المشروع القائم عليهم، لانه حيلاقي حاله تحت ضغط، فحيقول لك لا برجع اللعيبه الاساسيين قبل، خربت المشروع اللي كان من بني، ولا بفضل اني حاول مع هذول اللعيبه اني اعمل نتيجه تعادل فوز تاريخي بعد في شيء. اما التصفيات هلا انه نحن شيء رسمي صرنا بالتصنيف الثالث كاس كره كاس العالم، عادة نرجع نتذكر شو كده شو صار معنا بالتصفيات الماضية، كيف تأهلنا بالغلط والحظ بعد الحظ الإحتمالية، وبعد ما خسرنا ماتشين من آخر ثلاثة كنا هنخسر الماتش الأول كمان، وانطرنا النتائج الباقية، ونحن أخذنا مطرح غيرنا كذا حدا غيرنا مش إنه حدا غيرنا يعني. فهلأ لما عم تيجي تلعب مع منتخبين مستوى أول ومستوى تاني، يمكن تخدمك القرعة مثلا، يمكن تخدمك القرعة ويجي المنتخب من المستوى التاني هو الهند مثلا اللي أخذ مطرح، فأنت ترجع تحاول مرة تانية إنك توصل إلى هالمستوى، بس أكيد مش من المستوى الأول، المستوى الأول المستوى المحترم. وممكن لا، ممكن نيجي نلعب مع سوريا مرة تانية، وأكيد سوريا مش نفس سوريا اللي لعبنا معها من سنتين لورا، والعراق تغيروا، واللي صار معه هو يعني اذا بدك انه وقعوا بهالاستثناء، نحن الاستثناء هو اللي تحقق مع تيم بوكر، ان الاستثناء انه وقعوا شوي هلا رجعوا بيقوموا يعني. لا ماني شايف انه فينا نتاهل بالدور الثالث التصفيات، نطلع ونرجع نلعب تصفيات كاس اسيا، نتاهل على كاس اسيا لانه 24 منتخب نحن مش قد سيئين، صح في 24 منتخب باسيا سابق، أنا لو نحن تصنيفنا هلا 19 من آسيا بالتصنيف اللي حيطلع يعني. أما بكأس كأس آسيا لا أكيد بنطلع من دور المجموعات، كان لعبنا كأس آسيا 2019 كنا قريبين نتأهل ما تأهلنا. هلا حتكون الأمور أصعب بهذا الشكل اللي نحن فيه، والمشروع اللي هلا عم نحكى عنه طبعا إن اللاعبين الجداد ما حيمشي، لأنه سمعناه مع جانيني وشفناه كمان اللي حاول انه يدمج المنتخب الاول بالمنتخب الاولمبي، اول ما طلع جنيني ومع مش في مش حجر جنيني على الشيء اللي عمله، هو بالاخر على المنتخب اللي عمله، بس حق الله وحط خطه، ومجرد ما طلع جنيني اجى رادونوفيتش اللي عملنا معه نتائج منيحه، بس رادونوفيتش كان عم يشتغل لنفسه للسجل اللي هو 16 ماتش بدون خساره متتالي، 16 ماتش متتالي بدون خساره. كيف مكان الاداء؟ مين مكان اللاعبين؟ هم بيتغيروا، الحارس طبعاً بيراكب أساسي لو شو مصاره، حتى لو عم تلعب عدد ضخم من المباريات الودية لا تقدر تجرب فيها، بس بدك تعمل نتيجة منيحة، ونجحت معه يعني زي ما راح عمل سجل مرتب وطلع لبابا ومشي حاله. نهال المشروع اللي قبل اللي هو كان تبع جاني، يعني أنا بتذكره للعيبة إذا بدك الماتش تبع لبنان برازيل 2-2 أنا بتذكره إنه كان في حسين إبراهيم وحسين رزق وحسن كوراني و معتوق لعب على فكرة هون في نقطة كتير منيحة نحكي عنها، في منتخب أولمبي ضايع شمار في منتخب أولمبي لعب من فترة ما إنه موجود بالمنتخب الأول، يعني قطعوا كلهم 23 24 25 26 معظم اللاعبين، يعني إذا هنبو يسا نعتبر القائم من اللاعبين 28 لاعب يمكن في شيء 4 5 لاعب منتخب او بعض موجودين منتخب مين اي عمر هذا حسن كوراني حسين الدور مرغاوي عباس عاصر حسين رزق حسين ابراهيم حراس مش متذكر مين كانوا في كثير لاعبين ليش التسعينات شو يعني مواليد نص التسعينات بس ليك يمكن 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 هيدي هي المشكله، انه اذا بتشوف منتخب لبنان احنا عندنا متوسط العمر كتير كبير، يعني بتحس كانه ما انه هيدي
صح، هي بنعرفها قصة ان احنا عندنا لاعب ناشئ ان عمره 23 سنة. ليش بتشوف هلا عن جد احنا بنشوف تشكيلة ال 11؟ انسى انسى هالبطولة والافكار اللي صارت معه على الكوتش. عادة دايما احنا عندنا متوسط اعمار اول 11 عمارة الملعب عن جد عالي، ان كان حسن معتو، ان كان اللي بالنص كان نادر مطر هون، مهدي خليل، عطايا ايه عطايا كبار، محمد حيدر كبار اللعيبة. حيدر مظبوط. بالاخر من بقى سبب ما يستلم فايز، كنت كتبتها كمان مرة في الجريدة وقت الفل بوريس بوريا كان درب النجم السوري وقت الفلوب على كاش الماتش اول ما خلص الحد الذهبي يخسر مظبوط، بس مع العهد يعني هو مش خسران الماتش ضد العهد. العهد مظبوط الاداء ما كان هالمستوى الشيء المنيح، بس النتائج منيحه يعني ما في اي داعي لتشيل المهم. المهم اجى لعنا اول فيلم من لبنان على الجريده حكينا معه مقابله عم نحكي افضل ريكورد بيقول هو بيذكر اسم لاعب ما حول اسمه بوقت الصحافه والاعلام والجمهور عم يحكي انه هذا اللاعب اللبناني الموهبة الرائعة جدا. أنا كنت شايف وقتها أقول أوكي عنده موهبة بس من ما حيعمل شيء كثير منيح وبده حيحترف برا، وحتى ذكروا اسم الدوري اللي حيحترف فيه مستحيل يحترف فيه لأنه بده بنية فخمة حتى يحترف فيه. فأقوم بقول لي أنتوا كإعلام بتضوا كثير على هذا اللاعب تحديدا لانه هو كان عم تعرض لاعتبار بوريس انه مش كثير عم يلعب، انتم بتضوا عليه انه لعيب وكذا. قال لي ايه لعيب هو موهوب بس ما بيعرف يلعب. قال لي كيف تفسر لي اياه انه موهوب بس ما بيعرف يلعب؟ قلت له كيف يعني؟ قال لي موهوب عنده يعني هو بالفطره موهوب بس ما بيعرف وين يوقف ولا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يشوط ولا بيعرف. هي كارثه عم اياه بتشوف انه عمل دريبل وقطع وكبة عرضية أو شاط شاطة موهوب بس هو ما بيعرف يلعب. صح صح صح. أنتوا موهبتكم اللي عم تحكوا عنها ما بيعرف يلعب، فكيف فوتبول لبناني هون؟ هون قبل ما ينقلوا لفايز هون منشن لكوتش وائل غرز الدين، هيدي كان كوتش وائل أكثر شيء نحكي فيها، يقول لي نحن أفضل لعيبة عشوائي بالعالم اللبناني كتالنت، بس نحن تكتيكيا وهول سكانينج وتعرف وين تروح وتجي وتستلم وان تاتش وهيك ما عندنا اياهم. بتذكر كوتش وائل وقت استلم الاندر 19 بنات كان عنده 6 اشهر تحضير لبطوله تصفيات كاس اسيا، اول 4 اشهر من 6 اشتغل مع البنات على الوان تاتش وعلى البول هول الاورينتد كنترول وهيك عشان جايين من الانديه مش جاهزين لالهم. بس نحن براسنا ان كان من الاعلام او كان من الاهل او اراوند اس مفكرين حالنا انه قطعنا كثير مراحل، عرفت انه عن شو بدنا شوي ومنصير بمانشستر يونايتد او منصير بريال او هيك. فهي بس لحتى علق على قصه انه عن جد ما عندنا هيدي قصه حس الكره التكتيكي. فايز نختم معك. هلا بالنسبه لكاس اسيا مع كل تفاؤل زيرو بوينتس بصراحه. الاداء اللي شفته مثل ما كان عم بيقول علي 6 اشهر كتير كتير صعبه لنقدر نغير شكل المنتخب لو مين ما اجى. بعدين في شغله كتير عالم ناسينا، نحن امتى خلص الدوري هون؟ علي بيعرف شهر وشوي قال شهر 3 اوكي نحن هلا ست اخر 6 تقريبا بعد لاول 8 ليبلش دوري، يعني عم تحكي تقريبا 5-6 اشهر لعيبه مور اور لس قاعدين بالبيت. انت كيف بلاد تاني قد ايه بيقعد 6 اسابيع سوري 8 اسابيع ماكسيموم بيرجع بينطلق الدوري بري سيزون. هدي قد ايه بتاثر جيم شيب يكون لعيب جاهز ومركز وفايد بالجو وكل هالخبريات هيدي. شو كنت بدي احكي كمان؟ تصفيات. تصفيات يعني كمان بعتقد فكرة علي بعتقد هي الأزبط، ما رح يمشي الحال هيك 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 فريق حتى لو أعمار صغيرة. الباك لاين كله عندك غلط بغلط، ولا واحد بيلعب بمركزه وهيدي الأساس ليلعبوا أصلا ليقدروا هيدا. مين عملوا التصفيات؟ ما عملوا كرة بس ريجاردلس يعني مع مين ما حنكون بهيك أداء، يعني في عقم هجومي أصلا على الجول يعني ما حتى جول ما قدر تجيبه يعني. فهمت كيف؟ وعم تلعب برجع بقول منتخبات كتير ضعيفة
كيف اذا منتخبات اعلى. صح. بعدين حتى بتذكر فكره مثل ما عم تحكي انت انه تاسيس اللعيبه حكي عنه مره تيو بوكر، قال انه انا ما فيني منتخب لبنان الفريق الاول تبع المنتخب علمهم للشباب كيف يفتحوا باسات. يعني في عنا انا في لعيبه ما بدي اسميها بس بتشوفها بالدوري بيقول لك هيدا لعيب وهيدا قصه كبيره وهذا بيطلع بيحترف بيكسر عن اللعيب ببيع واحد اثنين ثلاثه بيشوطها برا. طب انا شو استفدت؟ طيب او بيكسر عن اللعيب ببيعه بيرجع بيبرم لورا بيرجع بيعمل دريبل بكعبه بيرجع. يا عمي مش كلنا كريستيانو، منه هيك الفوتبول يعني. انا الهدف انه اوصل على الجول وجيب جول. اذا بدي اقعد ضيع وقت ولف وابرم وما بعرف شو وما في افيشنسي بالاخر شو بدي فيها؟ صح. بس شيء بيزعل يعني والله. يعني نحن عم نحكي من صرخه، لا بدنا نهاجم حدا ولا بدنا ننتقد حدا هيك لانه قاعدين زهقانين، بس انه وين وصل الفوتبول اللبناني عن جد شيء بيزعل بصراحه يعني. وان شاء الله رجعتي بكره على المنتخب هلا شهر 12 بس بعده هلا كنت عن حدا حط على الموضوع على فيسبوك على البيج وردت عليه، بفتكر بعده بالاتلتيكو عم يشتغل مع الاتلتيكو الاندر 17. ايه اجى حدا هذيك المره اجى حدا اخر حياته كثير حلوه، هو كيف بيحافظ على جسمه وحياته بعده زاد بنام الساعه 8 بالليل الصبح بيعمل رياضه بياكل كيف اللعب فوتبول لبعض العشرينات مدرب بياكل هيك عشان واللي احلى شيء فيه انه بيجوني بس فوق يعني بيعد شويه شجر حواليه وكذا، فبعده عايش سيستم حياه خاص فيه هو برضه. انا اللي صار معه قصص مش حلوه يعني على صعيد العائله توفر له، بس محافظ على حياته وقته ويعني اي لاعب بس تطلع بيديه انه صار زلمه هلا حيصير شويه منين يمكن بشكله بجسمه بمشيته، بس شوف مشيته حدا بهذا العمر كيف ماشي وكيف حتى فيه يلعب الطابه تقول انه كيف هيك كيف حدا بعد محافظ على صحته هذا. تخيل لاعب لبناني او شخص لبناني بدون اللاعب شخص لبناني عمره هالقد بهذا الشكل. صح واحلى شيء 74 سنه فهم العقلية اللبنانية كمان يعني لما إجا اشتغل مع لعيبة لبنانية ما شغلهم على الطريق يعني العقلية الألمانية لأنه أكيد كان فشل يعني. أنا مرة هون وقت كنت بعدني حاطة براسي سير كوتش هلا ما بفكر فيها حتى، كنت عم بعمل سي وقتها ومبلش فيزيك إدوكيشن بالجامعة وكان هون قبل السي هذي كان كوتش نجمة آخر سيزن قاله بالنجمة أما يقفل بعدت له هيك قال لي تعي على الترينينج يمكن شي وان ويك ورا بعض نزلت كل يوم على التمرين. مرة قعدنا حكينا آخر يوم وهيك إنه صرت أسأله أسئلة وعم نتسير قال لي أنا بتفهمي رول واحدة أنا هون بس أشتغل بالنجمة أنا منيش جيرمن أنا لبنانيز وقال له ما بقلعوش معي لعيبة قال لي بهيد منتاليتي لبنانيز قال لي بعرفه قال لي وقت كنت روح لقيهم بهالكافيه هون والتقى فيهم هون اكمشهم ساعتها يعرفوا انه ما فيني هيك فكمان بدك يعني بكل السيتويشن انت فيها بلبنان بكل المشاكل اللي فيها ما فيك تزيد الطين بله، بدك كوتش عن جد يقدر يجي يسيسر. هلا بهالفتره يعني خلال 6 شهور اذا بدنا نروح على كاس اسيا انا بشجع المدرب اللبناني عنه انه بالشكل العام ما بحب نشوف المدرب اللبناني بالمنتخب، بس لانه المدرب اللبناني بهيك فتره كثير قصيره ما حيغير كثير تكتيكيا وبعد نفس اللعيبه تقريبا معه اللي بيقدر يشتغل عليه هو عامل نفسي بيقدر يشتغل عليه هو صح احنا متاثر فيها كثير مزبوط. عشان هيك اوكي هلا بهالفتره الحاليه ايه فيك تجيب مدرب ممكن يغير شيء بس بعدين لا تجيب مش مدرب هو أصلاً نحن مش بدنيين مدرسة يعني نحن أوكي بنمشي بهذه الانتخابات كلها على أساس معين بس بندرب من هون وندرب هون كل واحد عنده أفكار خاصة فيه بده يطبقها على اللاعبين بيطلع اللاعب من منتخب الناشئين عنده فكرة معينة أو طريقة معينة بيلعب فيها المدرب بيطلع منتخب الشباب بيطلع بيصطدم المدرب تاني بيقول له لا أنا بلعب هاي نحن عم نلعب بهاي الطريقة بيطلع بيلعب ولا لو بيقول له لا احنا مش هاي غير سيستم من الاول
صح. طيب نختم. انا قلت لكم شانل مفتوحه، بس بدكم هلا بعد تصفيتنا نعمل حلقه، وبعد كاس اسيا نعمل حلقه ان شاء الله نجرب شوي ضوي على هالاشياء. وقال ما بي حتى الومنز فوتبول وير ستراجلينج، لنقلع بعدنا عايمه نفس الدوامه ما عم نقدر نتحسن. بدي بس كنت لكم يمكن نكست حلقه يكون عندي فيري جود نيوز خبرها، بعد ما فيني خبرها لهلا، ما خاصه فيه، خاصه ببلاير، ما فيني خبرها لهلا عشان الموضوع عم ينشغل عليه، بس it will show. انا هي مأكدة منها انه الحل بلبنان for the future هنا academies، بس كونوا academies عم ينعطلوا chances، حنشوفوا كيف فيها نوصل لبرا. هي فحس a very good surprise. بدها حلقة هاي دي، بس لا a very good news. ان شاء الله من هلأ لشي شهر شهرين بيكون زبطت. وبس الحلقة حنزلها على يوتيوب، هبلش اعتمد هذا الفورمام. انا كنت شوي ضده انه نزل حلقات زوم وشاشه مقطعه على يوتيوب، بس جرب هالموضوع خاصه كل شيء انتراكشنز لبنيس فوتبول، ونزل على البيج ونزل على البودكاست. ثانك يو كثير. انا بس حاب اقول شغله صغيره. علي ان شاء الله بنشرف عليك شخصيا ان شاء الله. Thank you for your time, أسيل. أنا برأيي بهالوقت بصراحة بدنو المنتخب، على قليل المنتخب الأول خلينا نركز عليه يصير معه شوك، ما فينا نضل مكفيين بهالطريقة لأنه حنتبهدل بصراحة. يعني صراحة يمكن يكون الحل. يلا وإن شاء الله خير. إن شاء الله. Thank you كمان مرة، ونلتقى بعد التصفيات على امل يكون في good results ان شاء الله. يلا ثانك يو. باي باي. ثانك يو، يعطيك العافيه. باي باي.